مرة أخيرة برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن إزاي نقدر نحكم بيتنا اقتصاديا، يعني مع ظل غلاء الأسعار اللي احنا بنشوفه، إزاي الأسرة المصرية تقدر يكون عندها تدبير للمنتجات اللي بتقدر تستخدمها. ده موضوعنا النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا منورنا في الاستوديو، أستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. صباح الفل يا أستاذ محمود، إزاي حضرتك؟ الله يكرمك. خليني ابدا مع حضرتك على طول يا استاذ محمود، يعني احنا شايفين الاسعار بتغلى، ودايما احنا ثقافه الشعب المصري ما عندناش ثقافه ان احنا نشتري الحاجه قليله او نشتري يوم بيوم، لا دايما بنجيب وبنخزن وبعدين نلاقي مثلا سوء تخزين فالحاجه بتبوظ فنرمي. فازاي يكون عندنا الثقافه الجديده، طبعا مع ارتفاع الاسعار، ثقافه ان احنا نشتري الحاجه اللي احنا محتاجينها فقط؟ اولا يعني خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا كنت العنوان اللي احنا اشتغلنا عليه ده اللي هو ازاي تدبر ميزانيه بيتك، ده كان عنوان ندوه في نادي الشمس، كان زميلنا الاستاذ اسامه ابو زيد كان دعانا للتباحث حول الموضوع ده مع الناس في النادي، وكانت ندوه مثمره جدا وشيقه، وكان فيها اراء مختلفه، سمعنا فيها الستات بيقولوا ايه والرجاله بيقولوا ايه. خليني اقول لك انه بامانه شديده انت محتاجه دايما تعملي وزاره تخطيط للبيت. يعني اعتبري ميزانيه البيت دي زي بالظبط الدوله المصريه. انت عندك موازنه، الموازنه دي سميها الموازنه العامه للبيت زي الموازنه العامه للدوله. واعملي وزاره تخطيط تخطط ايه اللي ممكن تعمله الدوله او دوله البيت فيما يتعلق بالميزانيه اللي موجوده. اي ميزانيه دايما عندنا بيحصل فيها عجز. او ما يسمى في الدوله على مستوى الدولة بعجز الموازنة. عجز الموازنة ده لما تيجي انت اخر الشهر بتبقى انت دخلك مثلا 5000 جنيه محتاجة تجيبي اكل وشرب وتعليم ومواصلات ولبس وايجار ومية وغاز وكل حاجة. تمام؟ وممكن تيجي الميزانية دي تبقى انت محتاجة 6000، تباع 5 ومحتاجة 6. فبتقتضي هذا العجز منين؟ بالاقتراض من دولة خارجية، من دولة ماما، من دولة بابا، من اخوكي، من زميلك في الشغل. كل ده بيحصل عندنا في مصر، وده طبيعي جدا دلوقتي. خاصة ان الظروف الاقتصادية في الفترة الأخيرة كانت ظروف ضاغطة على الطبقة المتوسطة على وجه التحديد، والطبقة الفقيرة اللي يعني تعرضت لمشاكل كتيرة. صحيح. طيب احنا محتاجين نخطط بقى للميزانيه في ضوء الكلام اللي احنا قلنا عليه. تمام. انا محتاج اكل، محتاج اشرب، محتاج تعليم، محتاج كل الحاجات دي. طيب مهم جدا ان انا لما اجي اشتغل احط الكلام ده على الورق. مش لازم نشتغل بالميزانيه اللي فيها ايه زي ما تيجي، خليها على الله كده ماشي، خليها على الله ما فيش مشكله، بس برضو مهم ان انت يبقى عندك رؤيه في الحكايه. انا احنا البلد الوحيده اللي لازم نشتري 2 كيلو تفاح، لان انت لو وقفت عند الفكهاني تشتري منه تفاحه او تفاحتين على قديكي مثلا، كل واحد نص تفاحه. على فكره انا ما بكملش تفاحه في غالب الاحيان. تمام؟ فلو قسمناها نصين ممكن تتاخد على 2 مثلا. تمام؟ وممكن يبقوا تفاحتين مثلا يتاخدوا على 3. تمام؟ يعني الفكره العامه اللي عايز اوصلها لك انه ممكن الترشيد. تمام؟ لكن احنا بنتحرج. بالظبط. ما انا بقول لحضرتك ثقافة الشعب المصري. ما ينفعش ان انت تاخدي 2 بنانة من عند الراجل بتاع البتاع ده الفكهاني، لو خدت موزتين يبص لك كده زي ما يكون يعني احمد ربنا ان انت تمشي من قدامه. انا بعمل كده على فكرة دلوقتي، خاصة ان الميزان دلوقتي اللي هو الحساس ده غير ابو كفتين ده اللي طق يروح طبب، لازم تحطي له واحدة صغيرة وواحدة كبيرة ومش عارف ايه، وممكن يهدر مع يهدر مع البياع وممكن يهدر معاك انت. يعني في غالب الاحيان ما بتاخديش حقك. تمام؟ لكن على الاقل تاخديه دلوقتي، بتحط الموزتين بتدوسي على السعر بتاع المنتج ده بيطلع لك رقم معين بتدفعيه، زي ما بيحصل في الهايبرات الكبيره، زي ما بيحصل في اي مكان متطور. الافضل ان انا اروح اشتري احتياجاتي بالظبط، لانه فكره وجود خضار او وجود مواد غذائيه خاصه اللي بتحتاج حفظ في التبريد في الثلاجه لمده 3-4 ايام، اولا بيقلل من قيمتها الغذائيه، 2 بيبوظها. يعني انت كتير جدا تلاقي تفتح الثلاجه تلاقي فيها حاجات بتبوظ بايظه. طب ايه الداعي ان انت تجيب حاجه ما انتش عندك قدره على استهلاكها، هتسيبها في الثلاجه؟ وغير كده انت احتياجاتك ايه؟ هل يعني مش كل البيت بياكل تفاح؟
تمام. البيت ممكن يبقى واحد فيه بياكل تفاح او اثنين بياكل تفاح، واحد بياكل موز، فتشتري تعمل حاله التنوع اللي بيحتاجها البيت بس بالقدر اللي على قد الناس. تاني يوم يا سيدي انزل اشتري موزه تاني ولا موزتين تاني، طالما انت محتاج انه كل يوم يبقى عندك فاكهه وعندك امكانيات ماديه خلاص كل يوم هات. بس على اقل تقدير مهم جدا انه دايما نروح نشتري الحاجه اللي احنا محتاجينها، ما نشتريش حاجه زياده عن طاقتنا وحاجه عن زياده عن احتياجاتنا. البروتين مهم جدا، وانا رايح اشتريه لازم يبقى عندي برضه رؤيه في البروتين. بس طبعا عندكم الجو مختلف عننا، يعني عندكم نص السنه تقريبا بيبقى عندكم حاله صيام بالظبط، فانت عندكم ترشيد استهلاك فيما يتعلق بالبروتين منقطع النظير. يعني احنا كنا فتحنا منفذ عند الفجاله هنا تحت اشراف الجمعيه، كان في المنطقه طبعا يقطنها معظم السكان في المكان ده مسيحيين، ما بيشتغلش خالص. يعني يكاد يكون احنا بنحاول نغير نشاطه حاجات مكتبيه او حاجه زي كده عشان نساعد بيه الناس، لكن الفتره دي في فتره الصوم الكبير. طبعا الصوم الكبير انت عندك صيام يكاد يكون طول السنه ده 6 شهور تقريبا. صحيح. احنا بنحاول لما يبقى في افطار او فطار لاخواننا يعني المسيحيين بنضغط وبنجيب كميات كبيره وبتتباع، لكن في حاله الصيام طبعا ما بيشتغلش. فانت عندك في البروتين على وجه التحديد عندك بروتين حيواني سواء كان دواجن او لحوم او اسماك، الثلاث انواع من البروتين دول اخد انا مش محتاج اكتر من 100 جرام في المره الواحده. الفكره العامه اللي عايز اوصلها لك ان احنا بعض الاحيان بنروح نشتري كميات كبيره بنحطها في التجميد، التجميد ده ما بيأثر برضه على القيمه الغذائيه بالزبط. بيفقد بالزبط. يعني انت احنا كلنا نقول احنا مش هناكل لحمه مجمده. طب ما انت بتاخد اللحمه تحطها اسبوعين في التجميد وبتاخد منها، ما هي خلاص طالما دخل التجميد بقت زيها زي المجمد اللي بيجي من بره. صحيح. يعني انت ايه الفرق بين المجمد اللي بيجي من جوه والفرق بين المجمد اللي بيجي من بره؟ ما ده تبريد وده تبريد. لكن احنا عقليتنا دايما بنتكلم على فكره لا 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 احنا ما نشتريش الحاجه المجمده، ما انت بتيجي تحطها في الثلاجه بال 10 كيلو 5 كيلو بيتجمدوا بقيمتهم الغذائيه بتنخفض. وفي النهايه انت يعني حتى تكلفه في التبريد. يعني انت لما بتيجي تحط كميه كبيره في التبريد بياخد كهرباء كتيره بياخد مش يعني الافضل اني اخد الكميه اللي انا محتاجها في اليوم. يعني الافضل في اليوم، ولو بقى من حاجه لتاني يوم تبقى معقوله، يعني اقسم الكيلو اللحمه ده مثلا على نصين. انا اربعه اروح عامل 4 قطع لحمه بحيث انه ما يزيدش من الزياده، انا مش هستفيد الجسم ما بيستفيدش فيها. على الجانب الاخر محتاج اوزع بقى كربوهيدرات، محتاج ان انا اوزع الفيتامينات المتبقيه سواء كانت الحديد او الـ 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 الحاجات الموجوده في الخضار والموجوده في الفاكهه، كل دي حاجات انا ممكن اقتضيها من السوق بشكل صغير مش كبير، مش لازم الحاجه تبات عندي. هو طبعا بامانه جزء من الازمه الاقتصاديه دي خلت الناس عندها قدره على الترشيد بالظبط، ولذلك انا بقول احنا شويه الثقافه اتغيرت. يعني شويه بقى عندنا يعني عشان غلاء الاسعار فبقت الناس بتقول طب اجيب بكميه اقل مما كنت. هو بيقلل من الكميه بس خلي بالك انه في بعض الاحيان بيبقى في سوء استهلاك. يعني بيقلل في كميه بس برضه في سوق بالظبط. يعني ما على سبيل المثال تلاقي مثلا الطبيخ بيبات لتاني يوم. في ناس ما تحبش تاكل الطبيخ البايت. حلو كده؟ صحيح. طيب بلاش تاكل الطبيخ البايت، حط الطبيخ البايت ده في كيس تمام وحطه في التجميد وحاول بقدر المستطاع تديه لحد يحتاجه. تحل بيه ازمه، في ناس مش لاقيه تاكل. صحيح. تمام؟ وبدل وخلي بالك انه الفترة الأخيرة أنا سألت يعني أصدقاء لينا من الزبالين يعني اللي بيشتغلوا في جامع القمامة قالوا لي إن محدش بيرمي أكل. خلاص. حتى الباقي خلاص بقينا بنستغله على كلامه. محدش بيرمي أكل فعلا. الظروف الاقتصادية دي خلت الناس بدأت ترشد، يعني من إيجابيات الظروف الاقتصادية دي. طبعا فيها سلبيات كتير، لكن من إيجابياتها ان خلت الناس دلوقتي بترشد استهلاكها. ما بيرميش حاجه. لو الراجل بس بسال كده واحد منهم قال لي يا باشا كان زمان تلاقي قطعه لحمه كده متعلقه في حته دهنه. تمام. الراجل نفسه بتتسد ما بياكلهاش فبيرميها. فنلاقيها هتلاقي القطط والكلاب تاكلها، ممكن تكون لسه سليمه محطوطه في كيس في حاجه في بتاع، انما دلوقتي ما فيش ده خالص. وقال لي جمله انا مش ناسيها وكانت طلعت كومنت على الفيسبوك انه الكلاب والقطط بيلعنوا اليوم اللي اتولدوا فيه في مصر. ليه؟ خلاص مفيش، ما عادش فيه زي الاول، ما الناس ما بترميش. قدرتنا على ترشيد استهلاك في الحكايه دي
بقت كويسه جدا وافضل. فانا برضو كمان مهم ان انت لما تروح تشتري حاجتك من السوق، وده الكلام انا قلته لك قبل كده، اوعى تكوني جعانه او عطشانه. بالظبط. لو انت جعانه هتروح تشتري كل الحاجات اللي تتاكل، هتشتري كل الحاجات اللي تتشرب. انا بعض الاحيان بنزل قبل الفطار في رمضان اشتري العصير، فلاقي نفسي بشتري كتير. ففر مراتي ولادي سالوني انت ايه ده؟ ما انت بتتكلم على ترشيد استهلاك وانت جايب اربع حاجات ولا يعني ايه ده؟ قلت لهم فعلا الاحتياج. انا علشان كنت عطشان فهي سيكولوجيه الشراء. بالظبط. البعد النفسي اثناء ما انت بتشتري مهم جدا، فلازم تبقي مش عطشانه، مش لازم تبقي جعانه. لو رحت جعانه هتشتري كل ما يؤكل، سواء كان متعبق معبق او طازه، هتشتري كل حاجه عايزه تاكلي جعانه. الاحتياج الانساني هيدفعك ان انت تشتري، وهتفرغي الميزانيه دي كلها تمام بيسر وبسهوله. وخلي بالك انه الهايبرات دي بيعملوا حاجه ظريفه قوي اللي هي ايه؟ العروض. بيعمل لك ابهار. العروض. لا مش العروض بس، بيعمل لك ابهار. هو عامل اضاءه شيك وعامل شكل الحاجه محطوطه على ارفف مش عارف ايه، مفيش تراب زي اللي عندنا في المجمعات اللي مش عارف ايه والحاجات دي، لا كل حاجه شياكه وألاقه. تخش تلاقي نفسك عينك زايغه مش عارفه تروحي فين ولا فين. اذا كان معك 500 جنيه فجاه تلاقي نفسك عايز 600. انا في بعض الاحيان بلاقي ناس واخدين حاجات على العربيه اللي هي بتبقى ماشيه دي، عربية الرمل اللي عماله يتقاطر بينها الزلط او الرمل من جانبيها، بتقع الحاجات على الارض، فجاه يحط الحاجات قدام الكاشير يلاقي نفسه عنده كميه حاجات زياده عن الميزانيه اللي في جيبه، وبالتالي بيروح مرجعها للكاشير حطها على جنب. هتلاقي انت واقفه كده دايما حاجات كتيره محطوطه عند الكاشير تمام، الناس مرجعها لان هو كان معه 500 جنيه فقال لا نفسه بقى عايز 600. الافضل ان انت تروحي مخططه لميزانيتك، انا هروح اشتري نص كيلو لحمه، هروح اشتري اربع تفاحات، هروح اشتري ثلاث موزات، هروح اشتري مش عارف ايه، كل حاجه تبقى محدده بشكل منضبط، ويا ريت تبقى مكتوبه في ورقه زي الميزانيه اللي بتقدمها الحكومه للبرلمان عشان يوافق عليها. طب حضرتك استاذ محمود ذكرت في بدايه الفقره ان احنا تكون عندنا الميزانيه بشكل مكتوب، مش نخلي الشهر كده اللي هو لله يعني. فعايزين نقول انه الثقافه برضو بتترجم الفكره دي ان هو شخص بخيل شويه، اللي هو انت بتكتب كل حاجه، انت انا هعمل ايه، انا هدفع ايه، عندي اكل بكذا، هجيب مش عارفه ايه بكذا. ثقافه الشعب المصري دايما بتقول او بتترجم ان ده كده شخص بخيل، يعني مش اللي هو يكتب كل حاجه ويدي ويدفع ويجيب. يعني عندنا برضو الثقافه دي مختلفه شويه. بص انا قرات كتاب زمان وانا يعني وانا صغير جدا، كنت لسه صغير، اسمه فقر الفكر وفكر الفقر، ده كان الاستاذ يوسف ادريس الله يرحمه. الكتاب بيتكلم على فكره ان احنا مجتمع فكره فقير جدا، وفكرنا الفقير ده بيؤدي الى الفقر. ايه وجه المقارنه اللي بينك وبين ميزانيه المواطن الامريكي؟ انت في مصر يعني زعليش مني، يعني مستوى دخل الفرد في مصر مختلف كلية عن مستوى دخل الفرد في أمريكا أو في أوروبا مثلا أو دول الاتحاد الأوروبي، صح؟ مستوى دخل الفرد هناك يضرب مستوى دخل الفرد بتاعنا هنا بالجزمة بالبلدي كده، مفيش مقارنة. ومع ذلك هناك بيتعاملوا بالمنطق اللي أنا بتكلم بيه ده، اللي هو اضغط نفقاتك بما لا يؤثر على حياتك. يعني أنا مش بقول إن أنت تبقى يعني حلوتي وقافلها تمام وما تقفل ما تمسكهاش ماسكه مره، لكن على اقل تقدير اضغط النفقات، ما تضغطهاش بالشكل اللي يؤذيك او يبدو انك فقير او يبدو وانت ان انت بتقطر على اولادك وعلى اسرتك وبتحرمهم من الحاجه. لا ما تحرمش حد حاجه، بس على اقل تقدير دبر احتياجاتك في ضوء الميزانيه دي. انت لو كتبت هيبقى افضل، لسبب لان انت بتحدد انت عايز ايه. يعني ما هو لو سبت الموضوع كده مطلق دون تخطيط هتشتري حاجات كتير تخش ببعض، ممكن تشتري حاجه في بند من البنود فوق احتياجاتك، وبالتالي ممكن تتلف او تترمي. وبالتالي الافضل ان انت تحدد احتياجاتك طبقا لرؤيه، طبقا لتخطيط واضح وما يبقاش فيه لبس. انت لو عملت كده افضل، لانه في النهايه طب اقول لك على حاجه، انا اخويا راح اشترى في مره اوضه نوم، وده هينقلني على حاجه عايز اعرضها على حضرتك.
تمام. اشترى اوضه نوم كبيره جدا الله يرحمه. وحبينا ندخلها اوضه نوم ما دخلتش لانها ما كانش حاسب المقاسات والكلام ده، عايزين نقطعها من فوق. يعني هي وصلت الى السقف انها عشان تدخل لازم تشيل منها 10 سم. اوضه ضخمه جدا وهو داخل بيخبط في رجليه بتخبط ومش عارف ايه، مفيش مساحه يتحرك فيها لان اوضه ضخمه جدا. طب ايه ده؟ يعني انت لسه في بدايه حياتك محتاج انت وزوجه محتاجين اوضه خفيفه جدا. طب الامريكان بيعملوا ايه في الحكايه دي؟ الامريكان عندهم حاجه عارفه الاستوديو. الاستوديو ده اللي هو اوضه وصاله وحمام، والمطبخ موجود في الصاله اللي احنا دلوقتي بنسميه المطبخ الامريكي اللي مفتوح. صحيح. ده مش عارف ايه، هم مش فاتحينه كده يعني دلع زي ما احنا بنعمل. لا، هو احنا انت عندك هنا بيبقى 5 اوض وبتفتح المطبخ عشان تعملي مطبخ امريكي، انما هو احتياجه هناك ايه بقى؟ احتياجه ان هو بيفتح المطبخ على الصاله عشان يوفر مساحه عشان ياكل ويطبخ ويعمل حاجته في المطبخ ده بدون ما يحتاج لمساحه كبيره. تمام. احنا بقى بنعمل الحكايه دي بقى فخفخه، احنا بنعمل مطبخ على النظام الامريكي. هو بيعمله احتياجا، انما انت هنا بتعمليه طرف او فيما يعتقد انه طرف، هو مش طرف ولا حاجه. ده احنا بنهرج لما يبقى عندي 5 اوض وعندي مساحه كبيره وراح عامل مطبخ امريكي افتحه على الصاله. هو بيعمله غصب عنه، هو بيعمله عشان عايز يمشي الحياه، عايز يبدا حياته. مش عايز يروح يشتري شقه 4 اوض ويملاها عفش مش عارف مين. احنا النهارده بنخترع حاجه اسمها اوضه اطفال. اوضه اطفال، انا ما جبتش اوضه الاطفال دي على فكره. انما دلوقتي تقدر بنت تتجوز من غير اوضه الاطفال دي؟ دي كارثه. تقدر بنت تتجوز من غير ما تجيب ذهب ب 50,000 جنيه وتاني يوم تبقى عايزه تشتري غساله عشان تغسل بدل ما تغسل على ايديها؟ طب الافضل ان انت تشتري احتياجاتك اللي انت محتاجها دلوقتي. فكر، احنا ما بنفكرش. انا اقول لك على حاجه، انا اشتريت غساله بعد ما اشترينا الذهب، جينا تاني يوم او تالت يوم ما كانش عندنا غساله، رحنا اشتريت بعنا الذهب عشان نجيب غساله. طب ما كان من الاول اروح اشتري غساله من الاول بالفلوس اللي معايا، مش لازم الذهب. انما دلوقتي بقى الفكر بتاعنا، الفكر العقيم الذي يؤدي الى فقر. طيب بيعمل ايه بقى؟ يقول لك ها البنت دي لازم تتجوز زي بنت عمها وبنت خالها وصاحبتها اللي في الشغل وجيرانهم. ده البنت سوزي جارتهم اتجوزت بذهب بنص كيلو ذهب. طب يعني هو النص كيلو ذهب ده حينما تتزين هو الذهب ده مش للزينه؟ طيب هذا الذهب اللي هتتزين به المراه هتتزين به لمين؟ مش لجوزها؟ طب خلاص اذا جوزها دلوقتي هيتعسر. احنا عندنا 15 مليون عانس في مصر. رقم بشع، منهم اعتقد 1.5 مليون او 2 مليون ولد، وعندنا الباقي بنات. ليه تعطل البنات على السن؟ بسبب التعجيز ده. عندي بنت بتتجاوز ال 30 سنه، انا امي لما كانت 30 سنه كانت مخلفه 6 عيال. النهارده يعني انا بقول كتر خير الجيل ده اللي النهارده مش عارف لا يتجوز، لان احنا مكبلين. مين يقول لا اروح اجيب اوضه اطفال واجيب اوضه مش عارف ايه واجيب سفره كل دي حاجات كانت ممكن حينما يبدا البيت في الحياه وتدب فيه الحياه ويبقى عندي ولد اروح اجيب له سرير ينام عليه، مش لازم اروح اجيب اوضه النوم من البدايه. ما ينفعش، لا البنت ما تدخلش الا لما يبقى اوضه الاطفال موجوده. لما جابتش اوضه اطفال يبقى مش الجوازه مش ماشيه، وفجأة لا الحكاية فركشت والبنت خطوبتها اتفشكلت عشان حاجة أنا مش محتاجها. أنا لو محتاجها ما عنديش أزمة. طب يا جماعة نفكر بشكل عاقل بقى ونشغل دماغنا، لأنه أنا عندي ظروف حياتية أصبحت ضاغطة عليا كمجتمع. الأفضل إن أنا أشوف الظروف دي وأحاول أعالجها بالشكل اللي ما يأذنيش ولا يأذي المجتمع، وفي نفس الوقت الدنيا تمشي وتتحرك. بنت عندها 30 سنة ما تتجوزش ليه؟ ده 30 سنة دي زمانها خلاص عندها صحة إنجابية وعندها قدرات إنها تنجب كويس وتبقى زي الفل ويبقى عندها خصوبة والولد يطلع كويس وتعرف تربيه وتعرف تصاحبه. إنما أنا أخلف على 40 سنة، طب ما الولد أنا أبقى في جاب بينه وبينه. الأفضل إنه نفكر، يبقى عندنا رؤية. هذا المجتمع الأمريكي وهذا المجتمع الأوروبي اللي بيروح يشتري سرير صغير ده بيشتري سريرين على فكرة. بالظبط، يعني ما بيناموش جنب بعض، واضح انهم بيتضايقوا او حاجه زي كده، عندهم مشاكل. بيروح يشتري دلابين سفري اللي هو عارفه الدليبه الصغيره بتاعت الطلبه دي، بيشتري الدليبه بتاعت الطلبه عشان ما تاخدش مساحه.
لان هو احتياجاته ايه؟ بنطلون على مش عارف ايه على ايه، محطوطين في دولاب متعلقين بشكل شيك والدنيا ماشيه وزي الفل، الدنيا بسيطه وما بيعقدوهاش والدنيا بتمشي، وبيروح يشتري خاتم خطوبه، خاتم صغير مش عارف ايه، ما هياش ازمه. انما احنا هنا يا لهوي، ده انت لو رحت بقى جبتي لبنت الحاج فلان ولا بنت عمك مش عارف مين ذهب باقل مش عارف من ايه، دي مصيبه دي كارثه. لا تقف الجوازه بقى، ويقف 15 مليون بنت عندي على الزواج عشان حاجات انا زعلت ساعه ما اتقالوا خليها تعنس. زعلت، وزعلت من الاسلوب اللي اتعمل في الحكايه، لكن في حقيقه الامر في ازمه في الموضوع. بعيدا عن اللعب العيال ده، وحد كان عايز يعمل ترند ويركبه والكلام اللي انت عارفاه ده بتاع السوشيال ميديا، لكن على اقل تقدير هناك ازمه يجب ان تعالج، وتعالج بشكل يرضي ربنا وبما لا يؤذي المجتمع. هذا المجتمع يحتاج الى انه يبقى نفسيا كويس مستريح، صحيح، عشان يعرف ينتج، عشان يعرف يبدع، عشان يعرف يبتكر. طب على ذكر الاساس حضرتك قلت هتقول لنا على معلومه، احنا في مبادره اول مره اعرضها تلفزيون النهارده. في مبادره احنا عارضينها على وزير التجاره والصناعه، بتمنى انه يرد علينا يعني، وفي حاله عدم رده هنتصرف في اتجاه اخر. انا رحت زرت دمياط من 20 يوم تقريبا، وشفت دمياط مدينه اشباح متوقفه تماما، تكاد تكون متوقفه، مفيش حركه. النجارين اللي كنت تروح دمياط تلاقيهم ما يعرفوش يجيبوا لي كوبايه شاي، الناس معتقده ان ده ميته بخلة. هو مش بخلة، هو مش عايز يعطل نفسه، هو يروح يدوفك ولا يشتغل. انما انت روح عند دمياط ده البيت، على فكره لو رحت عند البيت هتلاقيه كريم جدا، تمام. انما في الشغل هو ما عندوش وقت يضيعه معاك عشان يجيب لك شاي ويجيب لي غدا مش عارف ايه والحركات دي. لا، هو عايز يشتغل. النهارده دمياط ما بيشتغلوش، محلات مقفوله. مدينه اشباح انا دخلت قرى كاملة كانت بتشتغل في صناعة الموبيليا، ورش صغيرة ودكاكين صغيرة كانت متوقفة. النهارده الدميطة جزء من أزمته، منه كان زمان الزوجة ما بتشتغلش بره، تشتغل في البيت، هي وحدة إنتاجية في البيت، بتصنع زبدة وتصنع سمنة وتصنع حلويات وتصنع كل حاجة للبيت. تمام، وربما لو في حاجة زيادة عن احتياجها بتبيعها، إنما جوه البيت احتياجات البيت، المصنع اللي عاملاه ده اللي فيه ابنها وفي جوزها وفي اتنين تلاته صناعيه شغالين معاه بياكلوا من البيت ده، ما بيجيبوش اكل من بره. وبالتالي الوحده الانتاجيه دي توقفت دلوقتي. النهارده الوحده الانتاجيه دي عشان مش لاقيه بيضطروا يشتغلوا ورديات كامله، اتوبيسات رايحه جايه على بورسعيد في مصانع الملابس في المنطقه الحره. دليل انه الستات دول كانوا قاعدين الاول في البيت متستتين زي الفل، النهارده بيروحوا يشتغلوا ورديات. انا بقول ازمه دمياط الان تحتاج الى حل، وتحتاج الى نظره من الدوله، لانه بامانه في مشكله. هذه الصناعه اللي الصينيين يحبوا عايزين يقلدوها، مش عارفين، عايزين يعرفوا النوها وبتاع القيمه والصناعه الهاند ميد والحاجات اللي مش كل ده هينقرض بعد شويه. لانه لما يعزف الصناع عن العمل في هذه الحرفه يخرجوا من السوق، يشتغلوا في التوك توك ويشتغلوا في القهاوي، يشتغلوا مش عارف ايه، خلاص باظت الصناعه. فالحل العملي انه الراكد اللي موجود جوه الورش دي دلوقتي، في راكد عندهم اوض نوم مكدسه وصالونات مكدسه ومنتجات مكدسه، احنا بنقول لازم تتباع. فعشان تتباع هم اسعارهم في الورش الصغيره بيدوا معارض، فالمعرض بيضيف ربحيه كبيره. فاحنا عايزين نعمل معرض هنا في القاهره تحت اشراف الدوله، بتمنى يبقى تحت رعايه الرئيس، لانه في النهايه هيحل ازمه اولاد شباب صغيرين مقبلين على الزواج، محتاجين يجيبوا اساس رخيص وبسعر يعني هادي يمكنهم ان هم يشتروا، بدل ما يشتري اوضه يشتروا اوضتين بسعر يعني، يشتروا اوضه نوم واوضه صالون بسعر اوضه نوم ممكن تيجي هنا من القاهره. تمام، يعني هيبقى في تخفيض على الاقل 40% عن اللي انت بتشتريه من هنا في القاهره. ليه؟ لان انت هتاخديه من اول ايد من المصنع الصغير. كل المصنعين دول هيجمعوا لنا عن طريق جمعيه الاساس او عن طريق الروابط اللي عندهم هناك في دمياط، يجمعوا لنا ويجي يعرضوا هنا في القاهره الناس يشوفهم. وعلى الجانب الاخر احنا عايزين نعمل ده في فتره الصيف،
يكون الاخوان العرب موجودين في القاهره ممكن يشوفوا الحاجات دي ويشتروا منها، يعني تعملي تنشيط للمبيعات الخارجيه ممكن الناس دي تشتغل تاني. على الجانب الاخر احنا واقفين موقف في مواجهه المحتكرين اللي عندهم، في واحد عندهم للاسف الشديد بيصدر تصديرات وهميه للخارج واخد 218 مليون جنيه دعم صادر على هوا على ورق، واحنا بنطالب الحكومه والرقابه الاداريه على وجه التحديد انه يعملوا اللجنة ويفحصوا ملف دعم الصادر للموبيليات، لانه في لعب، لانه لو هو صدر بالارقام دي وغيره صدر بارقام مماثله تمام المفروض يبقى بينعكس على الصناع الصغيرين دول ويبقوش نايمين في البيوت النهارده. يعني الفكره العامه احنا محتاجين نعمل معرض كبير يبقى تحت رعاية الدولة يدع فيه الأساس والموبيليات بتاع دمياط بأسعار أقل من المعروض هنا في القاهرة ب 40-50% على أقصى على أقل تقدير، وده هيخلي الناس عندهم فرصة إنهم يشتروا احتياجاتهم بدون مشاكل. وعلى فكرة هم عارضين فكرة إنهم يبيعوا أبيض، يبيعوا الخشب أبيض بدون دهانات، لأنه قبل ما بيدهن الحاجة بتبقى أنت كاشفة الخشب، لما بيتدارى ما بتعرفيش ده معمول منين، معمول من خشب ولا ابلكاش ولا فورمايكا ولا معمول مش يعني، بتبقى الخامات باينه قدام عينيكي. وبالتالي هم كمان عارضين ان ممكن يبقى في عندهم وحده تشطيب موجوده جنب المعرض تشتري الحاجه ويطلع يشطبها لك. يعني كل دي حاجات اوبشن احنا بنحاول نعملها تمام، بحيث انه احنا احتمال نروح لهم الاسبوع ده. هي مبادره ده مهمه جدا، يعني طبعاً اعتقد لو اشتغل هتسعد كتير كمان من الناس اللي هنا والشباب اللي عايزه تجهز. الناس هتشتغل، عارفه الناس هتشتغل، وعلى الجانب الاخر هبقى وفرت لشباب صغيرين محتاجين انهم يتجوزوا في التوقيت ده باقل تكلفه ممكنه، يسرت عليه فكرة الزواج بشكل يعني هادئ بدون ما ينزعج بدون ما يبقى عنده أزمة. يعني النهاردة في أوض نوم هنا بخمسين ألف جنيه، أنا لقيتها هناك بعشرة آلاف جنيه، أم خمسين هنا في القاهرة بعشرة، يعني لو اتصرفت عليها على الأبيض كده 3000 جنيه تبقى ب13 ألف جنيه، حاجة زي الفل. يعني يعني أنا شفت حاجات بعيني وشفت الحكاية على يعني بشكل عملي وميداني، وعشان كده بقول لوزير الصناعه والتجاره يا ريت حضرتك شيل بدله وكرفطه، انا جاي لحضرتك بكام بدله وكرفطه بس عشان جاي في تلفزيون، انما لو نازل الشارع انا هشيل بدله وكرفطه وهلبس كاجوال واتحرك. يا عم الوزير انزل شوف الناس دي رايحه فين وجايه منين، انت دورك مش تقعد في المكتب صيف وشتاء ومكيف، يا ريت يكون في فعلا تفعيل للمبادرات دي اللي يعني بتحفز يعني الشباب كمان على الشغل وعلى الشراء، يعني من ناحيتين يعني. يعني ال 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 هيبقى في شغل تمام، وعلى الجانب الاخر شراء بالزبط. وده في حد ذاته هيتيح فرصه، هيتيح فرصه ان الاقتصاد الكلي يستفيد. صحيح. لانه الفلوس الراكده دي وعدم تحريكها تمام هيؤذي المجتمع. طيب في النهايه يا استاذ محمود، يعني حابين نسمع من حضرتك نصايح للاسره المصريه ازاي يمكنها استثمار الميزانيه بتاعتها بشكل جيد، يعني من غير ما نهدر في من كل الجوانب، يعني ملخص كلام حضرتك النهارده. بص خلينا نتكلم بوضوح، انا عندي ازمه طاقه وفلوس الطاقه دلوقتي غاليه جدا، وعندي ميه وفلوس الميه بقت غاليه، والغاز بقى غالي والكهرباء بقى غاليه، نرشد استهلاكنا. مش لازم طول النهار عيالنا يبقوا فاتحين اللومات بتاعه المطبخ وسايبينها، فاتحين اللومات بتاعه الحمام وسايبينها، الولد يبقى نايم في اوضه وفجاه يطلع يقعد في الصاله عشان يتفرج على التلفزيون سايب النور بتاع الاوضه، كل ده يحتاج الى ترشيد استهلاك خاصه فيما يتعلق ببند الطاقه لانه بند كبير مش صغير. على الجانب الاخر انا محتاج اني اتعامل مع الميزانيه بتخطيط زي ما قلت لحضرتك، يعني لازم احدد انا محتاج اشتري بروتين قد ايه وانوعه بحيث انه يتوافق مع امزجه البيت، ممكن الولاد بيحبوا ياكلوا فراخ ومعظم ولادنا دلوقتي مش عارف بياكلوا فراخ ليه، وفي ناس بتحب تاكل لحمه، شوف نعمل التنوع حسب احتياجات البيت وحسب احتياجات اولادنا. على الجانب الاخر اشوف انا المكونات الباقيه المواد الغذائيه على وجه التحديد ايه اللي ممكن اشتريه بالعقل وبالراحه وبدون اسراف وبدون تبذير وبما لا يؤذي حياه الاسره. على الجانب الاخر انا محتاج بنود خاصه بالمواصلات، اعمل حسابي لان لازم انا مش همشي ماشي واروح الشغل، انا اولادي عايزين يركبوا تاكسي او يركبوا ميكروباص او يركبوا مترو او شيء من هذا القبيل، لازم اوزع ميزانيه النقل والمواصلات، لازم اوزع الميزانيه المتعلقه بالكهرباء واخططها واكتب. مفيش مشكله يعني نفكر ونكتب
تفكر ونفكر ونكتب علشان نقدر نمشي. عدم الكتابه بيهدد خطوات منتظم يهدد الميزانيه. عدم الكتابه بيهدد الميزانيه ويخلي عجز الموازنه عندك بشع. تلاقي نفسك عايز اخر الشهر تستلفي نص الميزانيه دي. بما يوازي نص الميزانيه دي عشان توفقي اوضاعك مع الاحتياجات اللي انت محتاجها. يعني بس عشان نوجه تاني الساده المشاهدين ان مش بنكتب معنى كده ان احنا عندنا بخل او ان احنا تفكيرنا شويه محدود، لا احنا بنكتب علشان ما نقدرش او ما نتوسعش فيما بعد ان احنا زي ما حضرتك بتقول نيجي في اخر الشهر او في نص الشهر محتاجين ناخد فلوس من الاخرين. بصي الكتابه بتريحك في ايه؟ خلاص انت كتبتي الحاجه، احتياجاتي 1 2 3 هروح اجيبهم وخلاص. اذا بفرض انا احتجت حاجه زياده ما اروح اشتريها. انت تعرف حضرتك اول رمضان احنا بنستهلك كميات، تعرف ايه السبب؟ على ذكر كمان دخول رمضان كل حاجه، تعرف ليه؟ ليه الدنيا وانت طيبه ليه الدنيا بتولع قبل رمضان؟ لانه في سحب كثيف على السلع الغذائيه. انت بدل ما تشتري كيلو سكر او 2 كيلو سكر من الهايبر ماركت في الايام العاديه بتشتري 10. فلما مليون واحد يشتروا 10 بتتكلمي على 10 مليون كيلو سكر اتسحبوا في يوم واحد. التاجر صاحب اللي بيبيع السكر ده لما يلاقي 10 مليون بني ادم خدوا 10 مليون، قصدي مليون خدوا 10 مليون كيلو سكر، لا طبعا يزود السعر. ايه المشكله؟ وعشان كده بقول ناخد احتياجاتنا اللي احنا محتاجينها حتى نجزأ احتياجاتنا دي على 3 4 مرات. ننزل مره ثانيه في رمضان او مره ثالثه او مره رابعه، المهم ما نشتريش بشكل كثيف مره واحده. الشراء الكثيف بيؤذي المجتمع كله، بيغري التجار برفع اسعارهم. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا، نورتنا استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، بشكرك على وجودك معانا ونورتنا. الله يكرمك. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكره وحلقه جديده وفريق عمل جديد، وصباحكم صباح منير.